إذا كنا بنقول العنوان زي ما تابعنا من خلال الفيديو من شوية، أمن واستقرار الوطن، تحديات كتيرة على مستوى الأمن الداخلي وتحديات كمان على مستوى تأمين الحدود والمشهد طبعا في ليبيا والأمن القومي المصري والعربي المهدد بالتدخلات الأجنبية وطبعا بأردوغان اللي ما زال بيتحدى على الرغم من كل التصريحات وكل المواقف الدولية بضرورة وقف التدخلات الأجنبية وضرورة وقف مسألة السلاح وأنه بيبعد بال مرتزقة، إلا أنه ما زال مستمر في هذا النهج. ويمكن النهاردة من آخر التطورات أن المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري اتهم النظام التركي، وده مش طبعا الاتهام الأول من نوعه، لكن لسه بيتكلم على نقل المرتزقة السوريين لمدينة مصراتة. واللواء المسماري نشر من خلال حسابه على تويتر فيديو بيوثق نقل المرتزقة السوريين اللي جايين على متن واحد، يمكن قدام حضراتكم على الشاشه، واحده من طيارات شركه الخطوط الافريقيه الليبيه. واكد اللواء المسماري على انه ما زال يعني في نقل لدفعات جديده من المرتزقه السوريين لمصراته، وان ده بيعتبر تحدي صارخ للمطالب الدوليه اللي بتتكلم على التهدئه ووقف النار. وقال كمان المسماري ان ما تقوم به انقره هو خرق للقرارات العربيه والدوليه اللي بتمنع نقل المرتزقه والمقاتلين الاجانب لليبيا، وقال ان تركيا بتدعم الارهاب وبتدعم الجريمه في ليبيا، وان بس كل املها او احلامها انها تسيطر على اقليم ليبيا وعلى مقدرات وثروات الشعب الليبي. معنا على التليفون سياده العميد خالد المحجوب، مدير اداره التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي. مساء الخير يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك. مساءك طيب اطلبنا، واهلا بكم بالساده المشاهدين الكرام. اهلا وسهلا بحضرتك. يعني سياده العميد، ما زال الاسلوب التركي وطبعا تحدي كل القرارات الدوليه والمواقف الدوليه يعني ما زال موجود على الارض، فكلمنا ايه اللي بيحصل بالظبط ميدانيا والمرتزقه السوريين والتحركات التركيه عامله ازاي؟ لا، أردوغان الان دخلوا على الصومال، يعني حتى فيه انباء شبه مؤكده انهم هناك مرتزقه من الصومال، يعني من الصومال. القضيه تاخذ اكثر من شق في الحقيقه. تفضل. اول شق فيها شق مادي، يعني انتم عارفين ان تركيا تقبض على كل مرتزق مبلغ من المال يساوي حوالي 5000 دولار، وتدفع 2000 دولار في المره الاولى، ثم لا يتم الدفع في دفعات اخرى، وهناك مبالغ كبيره تدخل الى خزينه الشركه التي هي الرئاسة التركية أو تتبع أردوغان مباشرة، وبالتالي هي في شق من جانبها جانب اقتصادي، دخول أموال وأرقام كبيرة. هذا على الصعيد الاقتصادي. على الصعيد العسكري هناك محاولة لأن يكون هناك زخم بشري لمجموعات قتالية للدخول أو مواجهة الجيش الليبي، و خصوصا بعد الدعم المصري وبعد الدعم العربي وبعد الوقفة المصرية الكبيرة والشجاعة. بالتأكيد الآن المعركة أصبحت حساباتها تختلف بالنسبة للأتراك. الشق الثالث وهو أنه تتخلص من هذه، يعتبر الأتراك يعتبروا في هؤلاء المرتزقة نفايات يجب دفنها في الصحراء الليبية في جزء آخر، وهو أن هذه المجموعات لو بقيت، لأن تركيا كما تعرفون صنعت من خلال إدارة الإخوان للسلطة هناك، صنعت في سوريا وفي المنطقة صنعت مجموعات من المتطرفين ومجموعات من الجريمة المنظمة، عصابات الجريمة، وصنعت ما صنعت. وهؤلاء بالتأكيد سيكونوا عبء على تركيا، وبالتالي لابد من التخلص منهم. إذن تركيا تجني مجموعة من المحاصيل في قطعة أرض واحدة كما يقولون، وبالتالي يعني تحقق غرض يعني قد لا تحلم به أو قد لا يكون متوفر في مكان آخر. هناك من يرى أن تركيا الآن تتورط في الوحل، في وحل المنطقة سواء على في ليبيا أو العراق أو غيرها، وأنها ذاهبة قدما إلى القضاء على كل مشاريعها، وأنها ستتهاوى خصوصا بعد المتغيرات الأخيرة، وأن المجتمع الدولي هناك غض نظر مقصود على تركيا ربما لتوريطها أو
طب يعني تفسيركم يا سيادة العميد للمواقف والتصريحات التركية المتضاربة، يعني الأول يتكلموا على أن وقف إطلاق النار مش في مصلحة الحكومة طبعا التابعة ليهم، وبعد كده يقولوا إحنا غير راغبين في مواجهة عسكرية وأنه عايزين يكون في حوار وحل سياسي. تفسيرك لهذه التصريحات ومازال الإمداد بالمرتزقة مستمر، يعني هل ده لكسب أرض يعني سياسيا عسكريا؟ تفسيركم أو قراءتكم لده إيه؟ هو زي ما قلت لك هناك ايضا في هذا الجانب اكثر من هدف. تفضل. وجود المرتزقه بهذه الاعداد ايضا يحقق لتركيا رفع سقف المطالب، لان لها وجود ايضا محاوله اضافه اتفاقيات مع منظومه عصابه الوفاق في طرابلس ما الى ذلك. لكن كل هذا ربما يتمحور في نقطه واحده، وهو ان تغير الجبهه بدخول مصر القوية على الخط مسألة أصبحت معقدة بالنسبة للعمليات التركية وغرف العمليات التي نصحت أردوغان أخيرا ووضعت أمامه على طاولة مكتبه أن العمليات العسكرية قد تكون مغامرة خطيرة جدا، خصوصا بعد دخول مصر على الخط لأسباب تتعلق بالمد اللوجستي، طول خط الإمداد، القدرات المصرية، أيضا القرب الجبهة من مصر، أيضا شعور مصر بخطورة الموقف بالنسبة للقواعد العسكرية الموجودة في المنطقة وحصول الإخوان عليها وتركيا لأنها تعتبر دفاع النفس. مسائل كثيرة الحقيقة من الممكن أن نرصدها من خلال التخبط التركي في التصريحات. طيب. الذي يعمل على تحقيق مكاسب اقتصادية ومكاسب سياسية وعسكرية، وفي نفس الوقت يتعامل بحذر ويحاول الانسلاخ بطريقة تحفظ ماء وجهه ودخول مفاوضات أو شيء من هذا القبيل بمنطق نحن لازلنا أخويا ونملك ولدينا وما لدينا. طيب على الأرض الجيش الوطني الليبي استعداده وإمكانياته وجاهزيته يعني لرصد أي خروقات أو محاولة الوصول لخط سيرة الجفرة اللي تحدث عنه الرئيس وحضراتكم طبعا أنه خط يعني خطوط حمراء لا ينبغي تعدي عليها، فالجزئية دي يا فندم برضو هل في أي جديد أو أي تطور فيها؟ طبعا هناك محاولات، أول أمس كانت إرسال طائرات مسيرة لغرض التصوير ومعرفة مواقع قواتنا، ولكن تم طبعا القضاء عليها. نحن نشرنا زوارق سريعة على البحر لمواصلة المراقبة وإكمال الجبهة، لأن الجبهة أنتوا عارفين هي برا وبحرا وجوا. المنطقة فيها شاطئ وفيها أيضا ساحل، أيضا فيها جزء مفتوح شبه صحراوي، وفيها أيضا عمليات جوية، وبالتالي نحن قمنا بالاستعداد على كافة الجبهات. حقيقة الدفاع الجوي أصبح له القدرة على صد الهجمات، أيضا السلاح الجوي ولله الحمد. قواتنا على الأرض مستعدة، لأن مسألة الدفاع عن الوطن وعادت من طرابلس، لأن ما تصبو إليه تركيا هو الهدف الاستراتيجي وهو النفط والمنطقة الغنية بالنفط، لأن تركيا تعرف أنها في طرابلس لم تحقق شيء، لأن لا يوجد ما ممكن التعويل عليه في طرابلس. حتى الاتفاقية البحرية، وسبق قلت لك ذلك أعتقد، الاتفاقية البحرية هي تحت يد القوات المسلحة، وبالتالي تركيا لا تشعر بأنها قد حققت المصالح والغاز بالنسبة للمنطقة الغربية، يذهب إلى إيطاليا هناك اتفاقيات بشأنه، وبالتالي هي تركيا ترى أن ما وعدت به الشعب التركي من خلال إدارة الصراع الإخواني أن كل هذه الوعود قد تأتي لحظة وتصبح شيئا كأن لم يكن، وبالتالي تكون النتيجة مقلوبة، وهذا ما ينتظر، لأن من يرصد الموقف الآن يرى أن نهاية العدالة والبناء والظلام في تركيا باتت قريبة، خصوصا مع المتغيرات الأخيرة التي نأمل أن تكون نهايته إن شاء الله على ضفاف سيرة وجفرة، دخل هذه المغامرة الحقيقة إن شاء الله. ربنا ينصر الشعب الليبي والشعب العربي بكل تأكيد يا فندم. شكرا جزيلا سيادة العميد خالد المحكوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي.